عسلامة. عسلامة. قد من لا روح. مواطن تونسي. مرحبا بك، حذينا موضوعنا. الطريق الأسهل اليوم لدخول عالم التجارة هو البيع عن طريق الانترنت. شنو رأي توانسة اليوم في التسويق الإلكتروني؟ والله التسويق الإلكتروني بو رأي توانسة كما رأي العالم الكل، هذه يعني طريقة جديدة في التسويق، طريقة متطورة مودرن، يعني بعدنا شوية على الطريقة التقليدية. ما تعرف الدومين كل العالم ماشي يتطور، دونك توا بالتسويق هذايا دونك ما غير ما تكلف روحك حتى شيء، قاعد في الدار على روحك تعجبك قطعه تشكون مش موجوده في بلادك سبحان الله، هذا ما تعرف في اي حاجه في المناقي في اللي هو دونك كيكسو نحكي لي شي انترناسيونال لوكال، يعني فما في اللوكال فما زاد يعني شركات تخدم في اللوكال، دونك لهنا يولي المواطن التونسي لا يخسر لا ترونسبور بون، فما في الليفريزون هم يقول لك ليفريزون ما ديما كيحسبها تطلع له ارتاح هو قاعد في دويرته ولا قاعد في خدمته ولا وين، وتجيه البضاعه اللي حب عليها يعني في معاش 48 ساعه 24 ساعه وتجي دونك اقصى تعب، دونك هذه بوم الحاجه الباهيه، دونك الحاجه خايبه زيد سامحني تعمل كوموند تشوف التصويره محلاها تفتق من بعد كي يجيك تقول انك ما ديت هذه هي مشاكل التونسي اليوم. لا مش هذه مشاكل التونسي، مشاكل التونسي اكبر من هذا. لا مشاكل التونسي مع التسويق الالكتروني اي بيان سور، هذه مش والله بون في تونس بتدخل في العالم الاخر يعني البلدان المتطوره نصور، لا نصور كي يعمل كوموند توصلوا صحيح خاطر مطورين في كل شيء، هما احنا بدائيين نسمى في التسويق هذا، مازلنا بدائيين معناتها ماناش متطورين كيما دي سوسيتي عالميين كبار، فهمت؟ وهذا ماما يعني التونسي يلقى روحه يدفع في فلوسه. انا مره قطعه ريتها في السور كوموند هكايا سوم تيل سوم لقيتها بون في هنا في وسط البلاد ارخص، تصدمت قلت مش يقولوا ارخص ولا ها كيف كيف اقل، استغفر الله اقل في تونس اقل اقل نونا هي في تونس معناتها الباج تونسيه السفاري تونسيه ما تشوفها شو لقيتها بارازال قاطع نلقاها ارخص، نفس الكاليتي نفس الماخ نفس اي تصويره بتاع الكاليتي، يعني قلت لك فما بروبليم دو كاليتي في لي باج هذا مليح، فما بروبليم دو كاليتي مش الكل راهو مش كل. انا نشوف 70% فهمت، عندي شكون هو ياخذ سيرفاتمون ولا حاجه كي يجي في تصويره تشوف حاجه في ويقع حاجه اخرى، فما فرق كبير بين حاجه قدامك تشوفها تقيسها تمس الكاليتي نتاعها. اي صحيح صحيح، انا بيرسونيلمون نحكيك على روحي شخصيا عمري ما خديت منهم خاطر شفت عباد سمعني في كلمه تلقعت منهم معناتها اكيد برشا عباد، انا جو بريفير نشوف حاجه قدامي ولا عينيا نشوف الكاليتي خير من اللي ناخذ حاجه اسافوار، يعني كيما الدلاعه كي تحلها اسافوار يعني ماست أول حلو فهمت، دوك أنا جب خيق هذا التسويق الإلكتروني اللهم في حاجات معينة ما في لبسة كل شيء حتى الكاليتي تفرق فهمت. هو التسويق الإلكتروني معناه الظاهرة هذه انتشرت خاصة بريود الكونفينمون. إيه بريود الكونفينمون بو انتشرت أكثرية في تونس بريود الكونفينمون، أما في الدول المتطورة يعني ما ديجا أبيتود حاجة عادية ما هيش حاجة جديدة، لأن صحيح انتشرت في بريود الكوفيد ولا فهمت ما هيش يعني نشوفها في تونس، أنا نشوفها نشحة برشا الحقيقة ما نكذبش عليك نشحة ولا لا أنا نشوفها ما هيش نشحة برشا مع التقييم ما هيش نشحة برشا من ناحية راه مش التخافاي نتاعهم يعني دائما لا من ناحية الكاليتي نتاع الحاجة فهمت، خاطر برشا عباد وليت فك علي ما عادش العبيد ولا يرى فيها حاجة سهلة إنك تكون في دارك تصور تحل لايف وتبيع كيكة. فما حاجة واحد ما يحبش حاجة سهلة. سخطو التونسي يحب الحاجة السهلة مو ذا حاجة سهلة. كي تجي حاجة سبب يقول لك ما عادش نعاود هذي وتلقى يعاود. يعاود يعاود يا أخوي يعاود يا أخوي. حاجة مرتحته حاجة هكا يبدأ قاعد في داره وتوصل له. يعني قلت لك أنا مسألة يعني مسألة على الوقت وعلى الفلوس، يقول لك خويا مرتحتني يجيني الباب الدار ولا نبدا قاعد قهوة يكلمني يقول لي يعني مسألة نقابل وقع نعطيك السلام نتاعك. البيجاما واللي هي فهمت ولا اي حاجه سبيدري اي حاجه فهمت، انا بروبليم دو كاليتي انا عندي اللوم عليهم هذا في الكاليتي، راهي التصويره هبطت التصويره واو من بعد اليوم ينجم يحل معناها ويشوف القطعه قدامه كيفاش وصلته قبل ما يدفع الفلوس. انا ريت شكون بون فما يحل يشوفها وفما اللي ياخذها ويخلص ويمشي على روحه من حقك ترجعها ولا لا؟ والله انا هاني قلت بيرسونيلمون ما جربتش، اما والله فما شكون صارت لوكا جابوا له يعني تاي اكثر كبوطه شنو تاي كبير عليه بالتليفونات قاعد يجي وراهم ولا هو عباره يتشحت فيهم مش يبدلوا وما بدلوش عطى الكبوط عطات الكبوط لامها دونك جينيرالمون في ليميتاسيون ديما تاي مش سي هذاك علاش قلت لك مش كيما تاخذ حاجه قدام عينيك كيما حاجه سيغ كوموند بصراحه الماكله خو سيغ كوموند نورمال ما قلقش وشوفوا شوف بتات شوفوا شوف صحيح اما لبسه كل شيء واحد ماذا بيه قدام عيني، لكن هذا اللي يمنع اي حاجه متطوره في العالم راه من نحن نشجعوا الحاجه هذه تتطور هي بيدها في تونس داكوردو تولي حاجه سيولينام وحاجه دو كاليتي ما يحسش روحه تغش التونسي، التونسي اكثر حاجه تقلقه كي تغش ما تغشوش التونسي
حاجه تكلف 100,000 عطيه في قيمتها نتاع 100,000. حتى لو كان انت اليوم مثلا داخل البوتيك باش تشري حاجه تعجبك الحاجه ذيك قدامك تدخل تقيسها راهي ما تعجبكش وما تشريهاش. هي ما انت قدامك هي وقتها انت حكمت عليها اللي هي خايبه ولا باهيه ولا قدك ولا ماهيش قدك، ما غادي ما ترجع تحكم عليها اللي هي باهيه ولا مش باهيه. تقدر تدفع فلوسك كل شيء وتهز بعد الكبوت واللي هو اللي خذيته راح بيه تحل تلقاها تصدم في الكاليتي تقول مش كيما في التصوير كيما في 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 مع حاجه غير قدامك فهمت. وهذه الطريقه ماهيش ناجحه 100% انت تراها هكا الطريقه صحيح ماهيش ناجحه منهم هما اللي يخدموا في الخدمه هذه لازمهم يكونوا يعني على مستوى تطلعات التوانسه اللي يعملوا في لي كوموند ياخذوا حاجه تكون حاجه باهيه فهمت. هي الطريقه هي الباز ماهوش خايب هي حاجه باهيه التسويق الالكتروني حاجه باهيه حاجه رابيد حاجه متطوره هذا نمشي معاه لكن صافا دي غادي نقول لك حاجه متطوره اما اعطيني الباز اعطيني الكاليتي نتاع الحاجه ما تغشنيش اعطيني كاليتي باهيه وتونسي راهو هاونا تبدا حاجه باهيه راهو هاونا تونسي والله تونسي ما يبخلش على روحه والله تونسي قاعد بطال يخلي 500,000 صحيح عادي صحيح 100% عادي تونسي اعطيه شوف اعطيه كرشو ولبسته ما ظهروا لبسته وهو شيخ وهو راه بطال ويخرج ويسهر ويصرف مش عيب على فكره بطاله مش عيب لا ماهيش عيب دونك بطاله يحب يخدم مش ما يحبش يخدم ما حكيش عم يحبوش يخدموا فما زاد فهم عم نحكي على عباد ناس ثاني يفو يحبوا يخدموا يحبوا يطوروا من دونك شو نقولوا دونك ان شاء الله تتطور ماذا بينا حاجه دي تتطور يعني فهمت شنو التطور اللي يعني قلت لك في السيرفيس في الكاليتي في كل شيء فهمت هذا هو ومن حق زاد المواطن انه ينجم يشوفها ويحلها قدام ليفرور بالطبيعه ومن حقه انه يرجعها بالوقت ما تعرفش يرجعها بالوقت قبل ما يعطي فلوس فهمت بابا ما عنديش فكره اسكو ينجم يرجعها ولا ما عادش خاطر ما كيفاش ما خديتش نظام زاد العباد اما اذا كان ما ياخذوش ما اذا كان ما يشوفوه زاد الكاليتي قدام عينيهم عيب زاد لازم يشوف يثبت من سلعته اللي جاته هذيك نتيجه اسمها الرضا لازم راضين انت اللي بعت لي راضي بالسوم هذاك وانا اللي شريت من عندك راضي باش يتم عمليه البيع تتم العمليه سليمه وكا مادام فما رضا انا رضيت بالسلعه اللي عطيتها لي وفات الحكايه اما بعد نروح ونلقى روحي حتى الموت لازم يفيق شوي حتى الموت لازم يثبت من حاجه يقول لي خويا قبل عندك فلوس خلينا وريني خويا انت مثلا عمرك ما جربت معناها الشراء عن طريق الانترنت تخاف معناها لا توصلك الحاجه مش كيما هي ولا ما جاتش فرصه لا لا نجم ناخذ كل شيء انا جي بريفير حاجه فما البوتيكات فما كل شيء اون ديريكت خير انا كيك في تبيعتي انا كيك فهمت استغفر الله ولكن نخاف زاد اخويا نعمل كوموند كل شيء نضل كيما برشا عبيد مش لعبت كل ذره فما اللي عبيد خذت حاجه بها يا مش ملوم مش زاد الاستدامه فهمت اما لكن البورسنتاج هما اللي يبدا فرحان ومش فرحان فهمت حاجه باش تبدا ناجحه على الاقل على الاقل 90% 95% من اللي يتعاملوا مع شركه ذم فرحانين اما اللي حد اللي برشا ما مش فرحانين وكاو فهمت يعطيك صحة نخلي لك كلمة الختام كانت ختام ان شاء الله كل شيء يتطور في تونس ان شاء الله نوليو كيما العالم ونضاهيو العالم في الدومينات الكل وكاو ربي يحيي تونس